وكذلك بالجهود المبذولة من اللجنة المنظمة لسباقات الهجن، وعلى رأسهم سعادة الشيخ حمد بن جاسم بن فيصل الثاني، وله الشكر الجزيل إصالة عن نفسي ونيابة عن عشاق هذه الرياضة، رياضة الآباء والأجداد. ننطلق مع انطلاقتنا الثالثة في هذه الصباح، وبداية مع المقدمة ومع المركز الأول هنا القحوم المملوكة للسيد سالم بن بريك بن محمد بن بريك المري، هو مرافق للقحوم في هذا الشوط ونتمنى له التوفيق. ولكن حصل تغيير من الجانب الأيمن، هنالك من تحمل رقم 17 منصورة حمد بن سالم بن مسعود المري، ولكن عادت القحوم إلى مركزها الصحيح إلى المركز الأول. هنا غيرت القحوم وانطلقت واندفعت في المقدمة، ولكن أرى هنالك المركز الثاني من الجانب الأيمن ثمينة للسيد عبيد بن محسن بن راشد المري في ثاني المراكز. المركز الثالث هنا تتواجد منصورة للسيد حمد بن سالم بن مسعود المري، يتواجد أيضا بتواجد منصورة في ثالث المراكز. المركز الرابع هنا القدوم من قبل الضبا للسيد حمد بن صالح بشريدة المري، هنا متواجد بتواجد ضبا في رابع في ثالث المراكز، بينما النقلة مباشرة إلى المركز الرابع هنالك من الجانب الأيمن وصايف للسيد عبد العزيز بن عبد الله بن ملهية المري هنا في رابع المراكز. المركز الخامس هنا رقمها محجوب عني في هذه اللحظات، لحظات قليلة وسنوافيكم بإذاعتها. المركز الخامس هنا جمايل للسيد سالم بن صبيح المري أيضا بقيادة حمد بن راشد حمد أو بقيادة أحمد بن راشد المري. إذن مشاهدينا الكرام لنا عودة مع المقدمة والصدارة مع المركز الأول، هنالك من غيرت في هذه اللحظات ثمينة للسيد عبيد بن محسن بن راشد المري، هو أيضا منطلق بانطلاقة ثمينة في هذا الشوط. المركز الثاني أرى ضبا في ثاني المراكز للسيد حمد بن صالح بشريدة المري، أيضا يتواجد بتواجد ضبا في ثاني المراكز. المركز الثالث القدوم من قبل بديعة حمد بن هادي بن حمد البريدي المري هنا في ثالث المراكز. المركز الرابع منصورة حمد بن سالم بن مسعود المري، خامس المراكز القدوم الغوي من قبل مع السلامة محمد بن صالح بن راشد النابت المري، أيضا قادم بقدوم مع السلامة في خامس المراكز، وأيضا غيرت على المركز الرابع وفي طريقها إلى المقدمة. نتمنى لها التوفيق. مشاهدينا الكرام اختتمنا النداء الثاني على حضراتكم، ولنا عودة مع المقدمة والصدارة مع أيضا هنا ثمينة عبيد بن محسن بن راشد المري، ولكن هنا القدوم الغوي من قبل مع السلامة. يا سلام، الله الله الله، غيرت مع السلامة 700 متر الأخيرة وعصاها قوس كما قوس الربابة. الله الله، محمد بن صالح بن كويدة النابت المري يتواجد بتواجد مع السلامة، من انطلقت واندفعت بمقدمة هذا الشوط وبدون أي أوامر بدون أي ضغوطات. المركز الثاني ثمينة عبيد بن محسن بن راشد المري، ثالث المراكز أرى القدوم من قبل الذيبة عامر بن حسن النعيمي، رابع المراكز ذبا حمد بن صالح بشريدة، المركز الخامس بديعة حمد بن هادي البريدي، ولكن نعود إلى المقدمة والصدارة إلى الإبداع والتألق 300 متر الأخيرة. يا الله الله، سلام سلام سلام، تحية واحترام، سلام مع السلامة، سلام من قالت مع السلامة، قالت لهم مع السلامة، غادرت ابتعدت. الله، سلام كبيدة، سلام سلام محمد بن صالح بن راشد بن كبيدة المري، تهانينا والناموس والتهاني موصولة إلى أيضا راشد بن محمد بن كبيدة المري. لحظات الوصول إلى خط النهاية، المركز الثاني المركز الثاني الذيبة عامر بن حسن العيني، المركز الثالث وصلت فيه مشهورة متعب بن راشد بن علي بن سلعان المري، ورابع المراكز كان من